فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. حديث أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. أنا ما زلت يعني أسأل عن كذبان المسك الرجل الطيب الذي تكلم بهذا الكلام، فإن لم تجب فخير، خير كبير. عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله. قلت فأي رقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت إيه فإن لم أفعل؟ لا لا دكتور كامل، أنت زينة المجالس حبيب، حفظك ربي. فإن لم أفعل؟ قالت تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت فإن لم أفعل؟ قالت تدع الناس من الشر فإنها صدقة. كذبان يا كذبان مسك. قالت تدع الناس من شرك فإنها صدقة أو تصدق بها على نفسك. رواه البخاري عن عبيد الله ابن موسى خرج البخاري. وعن شبيب بن شبيبة قال كنا بطريق مكة وبين أيدينا سفرة لنا نتغدى في يوم قائض، فوقف علينا عربي ومعه جارية له زنجية، فقال يا قوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لي كتابا؟ طيب ما دمت سكت ولم ترضى فقد عرفناك أيها السعيد الكريم. وأفر الآن ماشي، أصب من غدائنا حتى يعني نكتب لك ما تريد. قال إني صائم فعجبنا من صومي في تلك البرية، فلما فرغنا من غدائنا تعبنا به فقلنا ما تريد؟ فقال الرجل إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيها وستكون ولا أكون فيها، فإني أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه الله واليوم العقبة. أتدري ما يوم العقبة؟ قول عز وجل فلاقتحم العقبة، ما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة. فاكتب ما أقول لك ولا تزيد ولا تزن علي حرف. هذه فلان خادم فلان قد أعتقها لوجه الله. طبعا حذف تعليقه حتى ماشي جيد جيد جيد. وعن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب أن عمر بعث إلى معاذ بن عفر بحلة، قال أفلح فأمرني أن أبيعها وأشتري بثمنها رقيقا، فبعتها واشتريته 5 أرؤس. قال فأعتقهم، ثم قال إن رجلا اختار قشرتين على عتق هؤلاء لا أحسن الرأي. فقال قشرتين يعني ثوبين. وفي رواية عن أسماء قالت ولقد أمر النسام بالعتاق في كسوف الشمس. رواه البخاري. عن الربيع بن يحيى وغيره عن زايدة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع. الله أكبر. يعني هذا فيه شيء من الإنكار عليه، الذي يهدي عند الموت الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع. وهذا كله الأدلة على فضل اعتاق الرقبة، وأنه الله جل وعلا يعتق به عضوا عضوا من النار، وأن أفضل الأعمال وأعلاها مسألة العتق عتق الرقاب. وقلنا الشرع يعني الشرع جاء لعتق الرقاب ومتشوف لعتق الرقاب. لذلك لما سأله قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأعلاها وأنفسها عند أهلها. وفيها أنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. فعليك أن تكون ممن ينفق بالأحسن. وقد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك الصاحب الجليل قال لامرأتي اخرجي من بيرحاء إنها لله. الحمد لله الحمد لله. ده لسه أصلا يجلسون لا ليتعلموا. أعوذ بالله من هؤلاء القوم، أعوذ بالله.
فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، نعم هي سمعت تريد كلمة عن الأزواج يقتلون أزواجهم، أنا مش لا أصدق أزواج يقتلون أزواجهم كيف؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن أفضل الرقاب على الإطلاق أنفسها وعقلها ثمنا، لا تيمموا الخبيث مما تنفقون، كما قلت قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبالعتق يعتق المرء من النار، وبالعتق يكون أفضل الأعمال والقربات وأصلح الصالحات، وبالعتق عند القوة وعند الحاجة فيها صدق التصدق لله جل في علاه. نعم الشياطين تتضرر وتهرب الحمد لله. ومن أهدى عند موته كأنما شبع وترك الفضل، يعني كيف يكون عند الله جل في علاه في هذا الباب؟ تكون الصدقة صدقة يعني مدخولة وصاحبها يعني وإن أجر على ذلك، لكن لا يكون الأجر فوق الأجر. أين مشرف؟ أين مشرف الله يهديكم؟ كفوا الشر عن الناس من أفضل الصدقات. آمين يا رب. هذا معك مصطفى. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.